فيلم كابسايز بلود ان ذا ووتر. تبدا قصه الفيلم ويا 5 اشخاص وهم يريدون يروحون برحله بحريه المدينة فلوريدا، وهم اسمهم ميك وبراد وجون وديب ومارك. وميك تسال براد وتقول له انت رحت لفلوريدا قبل؟ فيقول لها لا، وهاي اول مره اروح لها. او يجي جون ويرحب ببراد، وكلهم يجهزون اكلهم وملابسهم على مود يتوجهون لرحلتهم. وبعد لحظات يجي وقت الغداء او يتغدون بالسفينه، وتجي ديب على مود تاكل وياهم. فجون يسالها على صحتها لانه هي كانت مريضه، وتقول له انا بخير وصرت احسن من قبل. وهنا مارك يقول انه احنا لازم نروح المنطقه قريبه مننا على مود اجيب تيلي، وهي اللي تكون حبيبه مارك. فكلهم يستهزئون بي ويقولوا له تتذكر من كنا ننتظرها ساعه كامله باحد المدن وهي ما اجتتي؟ فمارك يقول له انه الكلب مالتها كان كلش مريض واخذته للدكتور وما قدرت تجي. وبعد ما تغدى وكملوا خلصوا الاكل، وكل واحد يروح لغرفته على مود يرتاح شويه. ولما يجي الليل جون يسال مارك على المنظار ويقول له مارك انا ما ادري وين خليته. فجون يقول له تعال ويانا على سطح السفينه وساعدنا لانه اكو عاصفه قويه وما جاي نقدر نسيطر على السفينه لوحدنا. بس جون يعرف انه مارك كان سكران وما راح يقدر ينفعهم بشيء. فجون يطلب من مارك انه يبقى يم اللاسلكي خاف يجي ابلاغ من خفر السواحل حتى مارك يقدر يجاوبهم. وبهاي الاثناء نشوف احد الموظفين اللي يشتغل بخفر السواحل واسمه تراشيستون، وهو يكتشف انه اكو عاصفه قويه جدا من جهه الغرب وهي جايه بالبحر، وانه السفن كلها لازم تروح على الجهه الشرقيه بسبب خطوره الامواج والامطار. ويبقون ينادون ينطون بلاغ لكل السفن الموجوده بالبحر من جهه الغرب. بس للاسف مارك يكون نايم من كثر الشرب وما يسمع اي شيء من البلاغ. وبعد لحظات تجي موجات عاليه جدا لدرجه انه المي يدخل للسفينه، وتكون السفينه على وشك انه تنملي بالمي وتغرق. ويروح جون على مود يطلب المساعده على اللاسلكي، لكن للاسف ما تكون اكو اشاره بسبب العاصفه القويه. وبعدها يروح يقول لبراد انه ينزل ويا ميك، وبسبب الموجات العاليه السفينه يصير بيها اختلال بالتوازن، وبسبب هذا الشيء ميك توقع وتنجرح برجلها، ويكون الجرح على اهم وريد بالجسم وهو الوريد الموجود بالفخذ. وهذا الوريد اذا انقطع راح يبقى الانسان ينزف لما يموت. وجون يحاول يساعدها ويوقف النزيف اللي صار عندها، لكن ما يقدر يسيطر على النزيف، فيطلب من براد انه يبقى يمشي بالسفينه ويحاول يلتقط اي اشاره باللاسلكي. وفعلا يلتقط الاشاره وتجابه وحده اسمها كيت من خفر السواحل، وتقول له انت وين بالضبط؟ فبراد يقول لها انا ما جاي اقدر اشوف اي شيء بسبب العاصفه، ويحاول انه يوصف لها اخر شيء شافه قبل لا تصير العاصفه، لكن ما يقدر. وبعدين كيت تروح لرئيسها اللي يكون اسمه رودز على مود يقدر يساعدهم. وهنا رودز يقول لبراد انه اكو سفينتين تجاريات وهنا رايحات بالاتجاه مالتك، ويقول له حافظ على موقعك وحاول تسيطر على السفينه حتى تقدر توصل لهاي السفن. فهنا براد يقول لرودز انه واحد من عندنا مصاب اصابه خطيره ولازم احنا نوديه للمستشفى باسرع وقت. فرودز يقول له تحمل شويه لانه فريق الانقاذ راح يوصلكم بعد 3 ساعات. وبعدها يصعد على سطح السفينه ويقول الديب انه لازم تاخذ مسار 200 درجه شمالا، لكن هي ترفض لانه بعد 3 ساعات يجون فريق الانقاذ. فهنا جون يقول لها انه ميك مصابه ولازم تروح للمستشفى باسرع وقت. فهنا يقرر ينزلهم كلهم بغرفه واحده لان هو يخاف عليها من العاصفه، ويبقى هو لوحده بسطح السفينه. وبعد لحظات تجي موجه عاليه جدا وتضرب السفينه والسفينه تغرق بالكامل، وهم يطلعون من السفينه باخر لحظه ويتجمعون كلهم على زورق نايلون. وجون يقول لهم انه كل شيء راح يتعدل اول ما تروح هاي العاصفه، وانه خفر السواحل بعد شويه ويجون. وبعد مرور اكثر من 6 ساعات وخفر السواحل لسه ما اجوا عليهم وهم بعدهم بالبحر. فميك تقول لجون انه هي بردت هوايه وما راح تقدر تتحمل اكثر، لكن بهاي الاثناء يزيد خوفهم لما يشوفون اسماك القرش قريبه عليهم ويحاولون انه يركبون بالزورق، لكن ما يقدرون والزورق ينقلب. فمارك يطلع فوق الزورق لان هو كان خايف كلش هوايه، وجون يتعصب عليه ويطلب من عنده انه ينزل على مود يعدلون الزورق ويصعدون به، بس مارك ما يقبل. وبعدها ينزلونه بالغصب ويعدلون الزورق ويركبون كلهم، وتبقى اسماك القرش وهي تحاول انه يقلبون الزورق، بس لحسن حظهم ما انقلب. وجون يقول لهم انه لازم يظلون هادئين لان القروش تجي على الصوت، وكلهم يسمعون الكلام ويهدؤون. ونشوف انه طياره خفر السواحل تمشي وتدور عليهم، لكن هي ما لقيتهم وتراجعت. وبعد مرور اكثر من 14 ساعه وهم بنص البحر وما يدا يشوفون اي احد، فجون يقول لهم انه السفينه غرقت على بعد 35 ميل بالساحل، ويقول لهم انه قدامنا 20 ساعه على مود يوصلون. والساعات تمشي وهم بالبحر بدون مساعده، وتمر 31 ساعه وميك تكون تعبانه كلش بسبب النزيف، وجون يحاول يوقف النزيف لكن ما يقدر، فيقرر ينزع حزامه ويشد الحزام فوق الجرح على مود يقطع الدم. بس ميك تبقى تصرخ بصوت عالي من الالم، وبسبب الصوت تجي القروش وتبقى تفتر يمهم. ومارك يحصب كلش هوايه وياخذ الحزام ويذبه بالبحر، وجون ومارك يتعاركون بسبب الخلاف اللي صار بيناتهم، فيجي براد ويفصل بيناتهم. ومارك يقول لجون انت جاي تخاطر بحياتنا كلنا على مود وحده راح تموت. وبعد لحظات جون يطمن ميك ويقول لها انت راح تكونين بخير. ولما يجي الليل
كلها تنام، لكن جون يبقى قاعد وهو يبقى يلوم بنفسه لان هو ما انتظر خفر السواحل، ويظل يردد ويقول انه كل هذا صار هو بسببه. ولما يجي الصباح جون يشوف جزيرة ويقول لاصدقائه انه هو راح يروح لها، فينزل من الزورق ويبقى يسبح، لكن للاسف يكتشف انه هذا مجرد خيال لان هو قام يهلوس. ولما يريد يرجع للزورق سمكة قرش تهاجمه وتسحبه جوا البحر وتاكله، واصدقائه ما يشوفون غير الدم يملي مكان جو، ويبقون اصدقائه يبكون عليه ومصدومين من اللي صار. وبعد مرور اكثر من 53 ساعة ديفيد تقول لهم اني مدى اسمع اي صوت الاسماك القرش، وتقول لهم يمكن راحوا بعيد عن هذا المكان، وتقترح عليهم انه يغسلون راسهم بالمي لانه كانت حارة كلش. فهنانا مارك يغسل راسه بالمي ويشرب من مي البحر، وبراد يحاول يمنعه ويقول له اذا شربت من مي البحر فراح يأذي مخك وراح تصير مجنون لانه مي البحر بنسبة ملوحة كلش عالية، لكن مارك ما يهتم اله ويشرب من المي. ولما يجي الليل وينامون يبقى مارك يصرخ بصوت عالي على امل انه احد يسمع صوته ويساعدهم، بس هذا الشيء ما يصير لان هم بوسط البحر وما حد راح يسمعه. وتعدي 81 ساعه بالبحر ومارك يبقى يصرخ ويقول الاسماك القرش تعالوا وقتلوني، وبراد يبقى لازمه على مود ما يسوي اي شيء لحد ما يهدأ. لكن بعد لحظات يقوم مارك ويبقى يقفز على الزورق ويبقى يصرخ لحد ما يوقع بالمي، واسماك القرش تكون موجوده وتهجم عليه وتقتله. وديبو وميك وبراد ينصدمون من اللي صار. ولما يجي الليل ميك تقعد وتقول لبراد انه هي بعد ما تحس برجليها وتحس انه دمها خلص، فبراد يطمنها ويقول لها يمكن انت بعد ما تحسين بالالم لانه صار 81 ساعة الالم مستمر بجسمك، وهذا شيء اكيد انه انت بعد ما تحسين به. فميك تقول له انه هي كانت تحب جون لان هو كان طيب وحب يساعد الناس، وبراد يقول لها انه خفر السواحل شيء اكيد دا يدورون علينا، ويبقى يهديها حتى ما تفقد الوعي. وبعدها ينامون، وبثاني يوم يقعدون ويلقون ميك ميتة فينقهرون عليها، وهم قرروا يشبرون جثتها بالبحر حتى يخف الوزن بالزورق. بهاي الاثناء نشوف الرئيس رودز وهو يحكي ويا واحد اسمه ويليام ويقول له انه احنا دورنا بالبحر لكن ما لقينا اي شيء. وبعد مرور 109 ساعة نشوفهم وهم بالبحر وهم طول هاي الفترة بدون اكل او مي، وديب تقول لبراد انه هم لازم يقلبون الزورق على مود يطلعون المي من عنده، بس براد يقول لها اسماك القرش يمكن تهجم علينا باي لحظة وتقتلنا، فتقول له انا قاعدة من الصبح وما شفت اي حركة بالبحر. وبعدها يقتنع وينزلون بالبحر وهم خايفين ويقلبون الزورق ويطلعون المي اللي بيه ويريدون يعدلونه لكن ما يقدرون، فيحاولون اكثر من مرة وفعلا الزورق يتعدل. وديب تصعد بالزورق اول وحدة، وهنا ديب تشوف اسماك القرش وهي جاية باتجاههم، فتحاول بسرعة تصعد براد بالزورق وبالفعل تنجح وتخليه يصعد وتخلصه من اسماك القرش. ومن قد التعب اللي صار عندهم ينامون الثاني يوم، وبعد مرور اكثر من 131 ساعة وهم بالبحر من دون اي مساعدة. وبثاني يوم يقعد براد على صوت سفينة قريبة عليهم ويبقى يصرخ عليهم ويطلب المساعدة على امل انه يسمعونه، بس للاسف ما حد يسمعه. ويقول ديب ان هو راح يضحي وينزل بالبحر ويسبح والعمال شي اكيد راح يشوفونه، فهنا ديب تحاول تحذره لكن هو يلزم ايد ديب وينزلونه من الزورق، وفعلا العمال يشوفوهم فيوقفون السفينه وينزلون لهم حبل الانقاذ، ويبقى براد يسبح لحد ما يوصل يم السفينه. لكن لما يندار يشوف ديب وهي ما جاي تتحرك وهي واقفه بمكانها، ويلاحظ انه اسماك القرش قريبه عليها، فيقرر يخاطر بحياته ويروح حتى ينقذها، وبالفعل ينقذها وقدروا يصعدون بالسفينه ويخلصون من هذا الكابوس المؤلم. هذا الفيلم مقتبس من قصة حقيقية صارت بأكتوبر سنة 1982، وديب وأبراد هم الوحيدين اللي تم إنقاذهم بواسطة سفينة سوفيتية، وتم التقاط هاي الصورة من قبل ركاب السفينة لما حاولوا يساعدوهم، ونشوف صورتهم الحقيقية بعد إنقاذهم. ولما تم إنقاذهم تم إرسالهم إلى المستشفى وتم تشخيص حالتهم، ونعرف أنه بسبب العطش والجوع أنصابوا بأمراض عديدة. ونعرف أنه ديب بعد ما طلعت من المستشفى كتبت 3 كتب تحكي بيهم قصة حياتها وشلون نقذوها هي صديقها براد. وديب ماتت بسنة 2012، وبراد بقى سنين وهو داخل بصدمة قوية جدا بسبب اللي صار إله والأصدقاء. ونشوفه بسنة 2019 وهو ديسوق سفينة، ونعرف انه هو عايش ومتزوج وعنده أطفال وأحفاد، لكن هو ما قدر ينسى أسوأ كابوس بحياته، ولهنانة تكون نهاية الفيلم.